يطيب لي أن نرحب بكم في قمة الرياض وفي القمة الثانية هذا العام. نجاح مطلق وإجماع دولي حول المبادرات التي طرحتها السعودية في قمة العشرين، أول قمة تستضيفها دولة عربية وشرق أوسطية وسط ظروف لم يعرفها العالم من قبل، أسهمت بإعادة التوازن للاقتصاد العالمي ودفع الدول إلى مزيد من التضامن العالمي. أهم مخرجات قمة العشرين كانت تتمحور حول الإنسان، سواء كانت في البيئة، سواء كانت في الاقتصاد، أو في إعادة إنعاش العالم صحيا واقتصاديا. أعتقد القرارات هذه كانت تحتاج جرأة وقوة من المملكة اللي طرحتها مع دول عشرين والموافقة عليها بشكل سريع، لأن الدول هذه العشرين هي جزء من العالم كامل، وأعتقد التعافي من هذه الجائحة ومشاكل اقتصادية يجب أن تكون من قبل العالم كاملا وليس من قبل فقط دول عشرين. فحرصت في هذه القمة أن تكون كل هذه السبل موجودة ومتاحة ليتعافى العالم بأكمله. قمة استثنائية بمخرجات والتزامات استثنائية توجت جهود المملكة العربية السعودية على مدار عام كامل في رئاسة أعمال الدورة 15 لمجموعة العشرين، وذلك من خلال قمة استثنائية في مارس وقمة قادة العشرين في نوفمبر من نفس العام. تمخضت عن هاتين القمتين سلسلة من التوصيات، وأهمها التعهد بضخ قرابة 11 تريليون دولار لدعم تعافي الاقتصاد العالمي والدول الأقل نموا، وضخ 21 مليار دولار لدعم اللقاحات، معالجة ديون الدول الأكثر فقرا، ومنح إعفاءات تأخير في السداد لأكثر من عام، كذلك مبادرة إصلاح نظام منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون ومبادرة تمكين المرأة ومستقبل الشباب. كما تمكنت القمة من خلق توافق دولي واسع على 30 بندا تضمنت محاور تشمل تمكين الإنسان، حماية الكوكب، وتشكيل آفاق جديدة. أعتقد المملكة يعني حملت على عاتقها من ضمن قمة العشرين الكساد الاقتصادي الموجود بشكل كبير جدا، وأبرز ما قامت فيه المملكة مثلا منها حفاظ على عودة أسعار النفط تدريجيا واستقرار السوق النفطي في العالم بأكمله. يعني أعتقد فكانت محاولة قوية جدا ومتابعة بشكل جميل، حافظت يعني على استقرار السوق ثم ارتفاعه يعني شيء فشيء إلى أن وصل إلى ممكن أسعار مقبولة جدا للعالم، والآن هي مستمرة في هذا العمل لدعمه. كذلك دعمت سلاسل الإمداد العالمية وإزاحة العقبات الموجودة باتفاق مع الدول، وهذا ساهم أيضا بوصول المنتج للناس وفي كل أرجاء العالم، وتخطي اللي هي العقبات اللي وضعتها كوفيد-19 في ذلك الوقت. بعثت قمة الرياض الأمل في شعوب الأرض، وأسهمت القيادة السعودية لقمة العشرين في ظرف حساس وغير مسبوق دوليا بصناعة أجندة دولية للقرن 21 وتحدياته المختلفة. عوض فاضي MBC الرياض.